السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في مثل هذا اليوم وقبل نحو 300 عام كانت لكل منا قصة، قصة جد شهد تأسيس هذا الوطن وتلاحم مع قيادته وورث من بعده حب الوطن أبا عن أب. واليوم نعود بالزمن لنفخر بأجدادنا وليعرف العالم مجدنا الذي بدأت حكايته من سادس جد.